السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين يا شباب؟ رب دايما كده تكونوا بصحة وبخير وبسلام. فيديو النهاردة بناء على طلباتكم هيكون مراجعة وتحليل لشركة فاليداس. لا هنكون زي الناس اللي هي اي حاجة نصب في نصب في كله نصب، اللي هو انت يعني تشوف الدنيا سواد، ولا هنكون زي الناس اللي هي بتقعد تطبل ليل ونهار ونهار بدون اي اثباتات وبدون اي تحليل. اولا، شركه فاليداس هي شركه امريكيه شغاله في مجال الفوركس والكريبتو والان اف تي ومجال التداول عموما. ارباح الاستثمار فيها من 2% الى 3% كل اسبوع. هي مش نسبه منطقيه، هي نسبه قليله جدا جدا فوق ما تتخيل. ممكن اي متداول ان هو يحقق 7% في الاسبوع كمبتدئ اساسا، وكمان الاستثمار بيستمر فيها ل 60 اسبوع، وممكن تصل ارباح الاستثمار ل 350% في مدة 60 اسبوع. وكمان بيقولوا ان انت لو عايز تستفيد ان هي بتقدم زي ندوات وتعليم في التداول مع اقوى مدربين في العالم، وكمان باقات الاستثمار فيها بتبدأ من $50، وفي باقات ب100 وفي باقات ب250 دولار، معاك لحد تقريبا $10,000 مدة كل باقة بتكون 60 اسبوع. كمان التسويق فيها عالي جدا ومدرجة كمان في التسويق الشبكي. هم ما عندهمش مانع ان هم معترفين بكده، ان هم جايبين الناس في التسويق الشبكي. الارباح اللي بيدوها للمسوقين ما بيدوهاش للاسف للمستثمرين، بيدوا 10% على كل واحد، وبعد كده $1 على كل لما توصل مش عارف ليه للمصفوفه والماس والحاجات دي. عاملين شويه باقات كده للمسوقين بطريقه جامده جدا، يعني ان انت مسوق لو تشتغل لها تسويق هتربح ملايين، انما لو اشتغلت فيها كمستثمر للاسف بيرمي لك الفتات. من وجهه نظري عيب من عيوب الشركه. كمان عشان في ناس دايما عندها كلمة امنة ومضمونة والكلام ده كله كتير جدا ودايما بتكررها في اي شركة، طب تعالوا نروح نشوف هم حاطين شروط ايه اللي انت بتضغط عليها كده او بتعديها وما بتقراهاش اساسا. تعالوا نروح نشوف شروط الشركة ايه او السياسات والخصوصية بتاعتها ايه. هنا بيقول لك الشروط والاحكام، وان الشركة موجودة في ولاية ديلاوير، ودي ولاية امريكية، ورقم الملف كل ده هنبحث عنه بالتفصيل وبكل حاجة احنا موراناش، والمعلومات السرية. انا مش هيهمني كل ده على قد ما يهمني الحتة الجاية دي نركز فيها. انت بتمضي على اتفاقية، يعني انت بتمضي لهم كده زي عقد وانت داخل ان هم ليهم الحق ان هم يوقفوا الموقع او يغيروه ويعطلوا الموقع، ما فيهوش اي مشكلة. وعندك كمان هنا لن تكون الشركة مسؤولة عن اي ضرر لاحق بما في ذلك على سبيل المثال للحصر الخسارة او الارباح او الفوائد او ما ذلك. يعني هو بيخلي مسؤوليته في اي وقت، لان هو شغال في التداول زي هو ما بيقول، فهو في اي وقت ليه الحق ان هو يتصرف وانت حضرتك مضيت، يعني كده ان انت وافق على الشروط دي فمالكش حاجة عنده. لو رحنا للموقع الرسمي بتاعهم هنلاقي ان الموقع بالشكل ده، وحاطين شهادة الملاحظ فيها ان هي شهادة للتعاملات، ان هم معهم شهادة من الشريعة الاسلامية ان معاملاتهم اسلامية وما فيهاش اي شبهة، ده بناء على الشهادة دي. لكن الغريب ان انا ما لقيتش اي مثلا شهادة كترخيص مثلا ليهم ان هم شغالين في دبي، او كترخيص شغالين كذا لمدة كذا، ده مش موجودة على الموقع الرئيسي. اللي موجود فقط هو الشهادة دي. هنا هوارد فريند اللي هو المسؤول او المدير التنفيذي، والراجل ده فعلا راجل حقيقي مش فيك وموجود، وليه قناة على اليوتيوب وليه ان هو سي في في محتويات التداول وبرامج التداول. ولو رحنا شفنا الكلام ده هنلاقيه هنا موجود في اكاديمية سي ام تي، وموجود كل معلوماته ان هو راجل تاجر متعدد الاصول مقيم في سويسرا، وان هو بيطور حاجة اسمها خوارزمية او شركة ليه اسمها اتش اف، وان هو بقاله كتير في مجال التداول. وده السيستم بتاعه او الخوارزميه بتاعته عامل لها زي براءه اختراع الاتش اف سيستم، وان هو بيقول لك ان شارك في نشاط الاسواق الماليه كمتداول واستراتيجي للسوق ومعلم تداول لاكثر من 30 سنه. وهنا مسيره ذاتيه ليه، ان هو كان في سويسرا عام 2009، وان هو كان كبير استراتيجي السوق في احد البنوك السويسريه. يعني الراجل عنده خلفيه كبيره في التداول. ولو رحنا على الحساب بتاعه على لينكدين هنلاقي نفس الكلام، كل البيانات بتاعته موجودة. وعلى تويتر موجود برضو، هنا على تويتر ان هو عنده 9500
581 متابع، لكن اللي انا استغربته ان هو تقريبا كلهم فيك، لان محدش اساسا بيعلق له على الحساب التويتر بتاعه ولا اي تعليق ولا اي لايك، فهو تقريبا حاططهم زي فيك كده او مش موجوده. هنا الاستراتيجيات بتاعته بيحط الذهب ومش عارف ايه والحاجات اللي هو الفوركس، فهو راجل واضح ان هو متداول لكن ما عندوش الشعبية اللي تخلي واحد عنده يقول لك 30 سنة وعنده خبرة، وهنا قناة اليوتيوب بتاعه عامل HF System مفيش ترويج ليها، مفيش حد بيشوفه، وده برضو حاجة غريبة. شفنا الشركة على تراست بايلوت مش هتلاقي ليها اي ريفيو، ودي حاجة غريبة جدا ان هم يقولوا الشركة قديمة وليها مش عارف كم شهر والكلام ده كله او كم سنة ومش موجود اي ريفيو على تراست بايلوت. لو رحنا على سكام ادفايزر هنلاقي ان هي واخد اخضر كده، يعني تصنيف الثقة مرتفع، واخد 76 تراست سكور، وبيقول لك هنا ان هو في تقييمات ايجابية للموقع، وان طالب ملك الموقع باسم المجال لفترة طويلة، ان الدومين بقاله فترة طويلة، رتبة اليكسا على الموقع ان هو عالية، الرتبة بتاعت الموقع عالية وهنشوفه دلوقتي، لكن تم تسجيل الموقع ده مؤخرا فقط، الموقع موقع فرعي. كل دي ملاحظات عادي ممكن توجد، لكن هو التراست سكور بتاعه يعتبر عالي بالنسبة لمواقع تانية كتير. تصنيف أليكسا اللي هو خاص بالمواقع ان هو 51635، ان عمر المجال او عمر الشركة او عمر الدومين بقاله 11 شهر، مش بالسنين اللي احنا بنسمعها 3 سنين و4 سنين. لو رحنا بقى خدنا المعلومات اللي هم حاطينها في الشروط والاحكام، بيقولك ان موقع الويب هو موقع تابع لشركة فاليدس فعلا، وبيقولك ان هم مسجلين في ولاية ديلاوير، ودي ولاية امريكية، تحت رقم الملف كذا، ومكتب مسجل في الشارع ده او العنوان ده. تعالوا نروح ناخد كده العنوان ده، لو خدناه ورحنا على الشركات العالمية وبحثنا هنا هتلاقي ادي رقم الشركة فعلا اللي هو محطوط، والشركة موجودة، تاريخ التأسيس بتاعها اللي مسجل منذ 9 شهور، ونلاحظ هنا شركة محلية ذات مسؤولية محدودة، يعني شركة لمدة معينة. يعني ايه ذات مسؤولية محدودة؟ يعني مش مسؤولية كاملة عن، يعني قابلة للخسارة. وهنا العنوان بتاعها، وهنا اسم العميل باسم بولوميمير جيليكسور لخدمات الشركات، وهنا العنوان بتاعه وكل حاجة خاصة بالشركة. فانا ديلاوير او على ما اعتقد بحثت فيها كمان وجبت قسم الشركات، وكمان لقيتهم فعلا مسجلين في الولاية بالرقم التعريفي بتاعهم وباسم الشركة، وهنا ذات مسؤولية محدودة وبالعنوان ونفس التفاصيل بتاعتهم كلهم، ورقم التليفون المسجل للشركة والبوستال كود الرمز البريدي، وكل حاجة موجودة فعلا على الولاية بتاعة ديلاوير الامريكية. فبالتالي دي حاجة مميزة ليهم ان هم فعلا مسجلين ومرخصين، وكمان ان انت تخش تلاقي الاسم بتاعهم على او الشركة بتاعتهم موجودة فعلا في الولاية بتاعة امريكا، وكمان في الشركات. سكام ادفايزر ليهم تقييم كويس، لكن في النهاية شركة شغالة على التداول، فبالتالي قابلة للخسارة، وانت ماضي على شروط الاحكام والخصوصية اللي هو كاتب لك فيها بند صريح ان هو غير مسؤول عن الربح او الخسارة، وان هو يقدر يقفل الموقع في اي وقت او يعلقه او الكلام ده كله، فبالتالي انت مالكش الحق ان انت تطالب، وان هو كمان ليه يغير شروط الاحكام والخصوصية بتاعته. لو جينا لعيوب ومزايا شركة فاليدس، نبتدي بالمزايا، ان ليهم تراست سكور نقاط عالية في التقييم على سكام ادفايزر، ان ليهم زي نشاط فعلا مسجل في الشركات العالمية، ليهم نشاط مسجل في ولاية ديلاوير الامريكية، حاجات مميزة. كمان ان انت بتدي ارباح عادية منطقية ممكن تقعد بيها سنين عادي جدا، لكن العيوب بقى ان هما بيقولوا ان هما ليهم مقر في دبي وبيصوروا، لكن مفيش اي ترخيص بمزاولة نشاط كذا او اثبات ان هما شغالين في التداول، شغالين في الفوركس، ان هما مثبتين في دبي، ان مقر الاقامة بمزاولة النشاط ده مش موجود. كمان زي ما قلت لك ارباح التسويق عالية جدا 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 كتسويق شبكي للشركة. زي ما قلت لك المالك او المدير التنفيذي اللي هما جايبينه بيقولوا ان هو اكتر من 30 سنة شغال في التداول، لكن لما رحنا شفنا حساباته الشخصية، احنا دلوقتي لو حد عنده قناة تليجرام متداول بيبقى عليها اشخاص ومتابعين اكتر من اللي هو
عنده مقولة ان انت هتحط فلوسك في الشركة دي كأنها حطيتها في بنك. لا طبعا، لا وللمرة المليون، لا لا لا، فيها مخاطرة. انا من وجهة نظري هي شركة تعتبر مستقرة الى حد ما، ليها مزايا وليها عيوب، ما تقدرش تحسم ان هي نصب بشكل كامل، وما تقدرش تحسم ان هي مضمونة 100%. لكن مقارنتها ان انت هتحط فلوسك في بنك والكلام ده، لا طبعا، بعيدا بعيدا عن الكلام ده خالص. هي في الاخر فلوسك مش معاك، وانا شايف ان انت لو حطيت فلوسك في بوت تداول، لو انت تداولت بنفسك هيكون افضل، او اشتغلت مسوق ليها هيكون افضل من ان انت تحط فلوسك وتستثمر فيها بكتير جدا جدا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.